الحقيقه الانتي بايوتكس فيها بيت فولز، يعني نعد كده في الانتي بايوتكس بس كم ممارسه غلط بتحصل في الحاجات اللي احنا بنقولها. اول حاجه ان ما ينفعش اكسب انتي بايوتك غير لما يكون ليه كلير اندكيشن. كلير اندكيشن يعني ايه كلير اندكيشن؟ يعني مكتوب. حتى لو في ناس من الجراحه مثلا موجودين معانا هنا، تخيلوا ان الجراحه عايزين ان احنا ناخد شفتات عليهم لمجرد ان احنا نكتب لهم انتي بايوتك. فطلبت من الدكتور محمد البابالي انه يبعت لنا ان هو بيسمعوا الكلام ده. اي حتى العمليه الجراحيه اللي هم بيعملوها بيبقى في الجايد لاينز بتاعتهم ان بعد العمليه انا هدي الدواء الفلاني للفتره الفلانيه. يبقى سبيسيفيك انتي بايوتك سبيسيفيك ديوريشن. اللي مكتوب هنا ايه؟ ان انا مثلا عندي كلير انديكيشن يا ثيرابيوتك ليه كلينيكال اور لابراتوري ايفيدنس ان مثلا بكتيريا ايفيدنس في اللاب تي ال سي سي ار بي الى اخره. يبقى بيقول في بكتيريا انفكشن فده ثيرابيوتك. تمام؟ انما هو في حاجه اسمها بروفيلاكسيس. ما يكتبوش يا فندم لانها هتتشير لكم على الجروبات خلاص. اللي فات بس تكتبوه اللي فات عشان الامتحان 5 مواد. تمام؟ من اول هنا سوفت وير تابعوا بس وركزوا. لازم البروفيلاكتيك نفسه يكون مكتوب، لان اخطر حاجه ان واحد عنده نزله برد ويتلاقي مكتوب له انتي بايوتيك لمجرد ان هي كده نزل البرد وتقول ده بروفيلاكتيك انتي بايوتيك، محدش بيعمل الكلام ده خالص. وانا بدي الرقم التليفون بتاعي للناس اللي هم بتوع البكالوريوس، لقيت حد من سنه رابعه بيكلمني بيقول لي معقول يا دكتور اللي حضرتك بتقوله ده كل العالم ماشي؟ يعني قلت له مش كل العالم، احنا هنا بس فين؟ في مصر. تخيل بقى ان هو يعني حتى بينكم اللي عايز يسافر يا ريت يتعلم القصه دي، ان هو لما بيروح ويكتب بيقول ده بروفيلاكتيك انتي بايوتيك عشان ينزل البرد، دي مصيبه في حد ذاتها. امثال البروفيلاكتيك انتي بايوتيك ايه؟ يورينري ريفلكس مثلا جريد 4 او 5، فيبقى عندي الحياه سلفر ديسوكسا سول ترينيتوبريم 16 مللي جرام بير كي جي بير داي. دي الجرعه دي زي ما هي مكتوبه كده في الدايت لاين اطبقها، يعني يبقى عندي دايت لاين ومكتوب. اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك دكتوره منى. اهلا طبعا معروف. اهلا احنا عايزين طبعا تصورونا القاعه على الاثمان عشان الهجوم واحنا بنصور هي فاضيه ما ينفعش عشان ما نديش ايه بد البس. فاحنا بنقول نمره واحد ما ينفعش حد يكتب حاجه يقول دي بروفيلاكتيك. البروفيلاكسيس الثانيه مثلا سي جي بي كرونيك جرانيولوماتس نفس الجرعه برضه ال. طيب عندي حاجه ثانيه المشهوره قوي البنزازين بنسل كل ثلاث اسابيع في الرومات الفيفر لما تتحقق جوز كرايتيريا اللي انا قلتها واحده منهم على الاقل تكون برضه. تمام يا جماعه صح؟ طيب المصيبه بقى عندي ان حتى الايه مش بيدي انتي بايوتيك بالفم، ده بيدي للحقنه كمان. طب ايه مشكله الحقنه دي؟ الحقنه دي بيسموها حقنه البرد. حقنه البرد دي مصيبه اللي هي الرزمه. ودي مشهوره جدا حتى على مستوى الناس في الجنرال بوبيوليشن كده. الاقي الدكتور جالي راك والدكتور كتب لي حقنه البرد. الفيرال حالات كتيره جدا بيبقى هو ممكن يعدي من غير السوبر انفكشن، يعني السكندري بكتيريا انفكشن ممكن ما تحصلش وممكن تحصل، بس هي ما يتاخدش غير لما تحصل بكلير ايفيدنس ان السي ار بي يعلى او تي ال سي تزيد على 15 يعني. اذا وده اللي مكتوب في الجايد لاينز، غير كده ما ينفعش ان انا ادي كده. طب ايه مشكله الروسفين اللي انا كاتبه؟ الروسفين ده عامل مشكله ثانيه بقى لما يتاخد انجكشن تصد الانافيلاكسيس. ولما وصلت ان احنا بندي مليون حقن روسفين في السنه كان طبيعي ان 7 من المليون دول هيحصل لهم انافيلاكسيس، ودي نسبه الانافيلاكسيس اللي بتحصل. تمام؟ ايه قصه الانافيلاكسيس ده؟ واحنا ماشيين كده هنعد ايه قصه الانافيلاكسيس. الانافيلاكسيس ربطوه بالسكين تيست لدرجه ان على مستوى حتى وزاره الصحه طلعت ميمو ان ما ينفعش مضاد حيوي يتاخد غير بالسكين تيست. الحقيقه ان الكلام ده من تسعينات القرن الماضي، تخيل من تسعينات القرن الماضي بيقولوا اعملوا عشو. ليه اعملوا عشو؟ خدوا متطوعين كان السكين تيست بتاعهم بوستيف، وبعد ما السكين تيست البوستيف ده طلبوا من المتطوعين وقالوا هنديكوا الدواء، وادوهم الدواء ولا واحد فيهم حصل له انافيلاكسيس. كان يوم ماجد دي بيبر موجوده من التسعينات. وبعدين اللي حصل لهم انافيلاكسيس وكانوا عاملين سكين تيست كلهم كانوا سكين تيست نيجاتيف. ففي حاجه اسمها كوفيشنت اوف كورليشن اللي هو الار فاليو فيري لو، يعني مفيش اي كورليشن ما بين السكين سنسيتيفيتي تيست والانافيلاكسيس.
وجات الدكتوره هاله حمزه في ميزان حسناتها ان شاء الله ربنا يرحمها في 1999 منعت السكين تيست في عياده القلب ان هو يتاخد بناء على الدراسات دي. فكان البنزاسين بنسلم بيتاخد هو المفروض يتعمل ايه بقى؟ احنا مش هنقول كده نص يو ماست اوبزيرف البيشنت ساعتين بعد الانجكشن. يعني ايه؟ هو 95% من الانافيلاكسيس بيحصل في الفيرست اور 5% بس ما بين الفيرست اور والسكند اور. عشان اكفر ال 5% دول يبقى انا بقعد العيان ساعتين. لو هو مستعجل بتاع اتليست الاوبزرفيشن 1 اور هيكفر 95 اوف ماي انافيلاكسيس. الانافيلاكسيس ببقى جاهز بس بالادرينالين والاي كورتيزون يتاخد. ولازم نفرقه عن الفيجل اللي هو اول ما خد الحقنه يروح واقع ده فيجل ريسبونس مش انافيلاكسيس. وبرضه ممكن يتعالج بنفس الطريقه بس اخلي بالي ان الانافيلاكسيس ده تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي يعني اللي هو الاي جي اي وبيحصل انتيجين انتي بودي ريأكشن. انما الفيجل ريسبونس بيبقى اسرع بكتير لان ده ستيميوليشن من البين اللي كان برضه ممكن يحصل عند في عياده القلب التلفون بنزاسين بنسلم كان في بيحصل ساعات فيجل. فبننيمه وعلى بال ما بنجهز حقنه الادرينال وهيدروكورتيزون حالات كتير منهم كان بيفوقوا ويجوا كويس تمام. الستيشنز بتاعت الانتي بايوتيك لازم عشان نفهمها بقى كويس كده الاماكن كلها ما شاء الله اتملت. محمود عايزين اصور بقى بعد ما اتملت كل الاماكن والناس واقفه كده عشان تقول لهم ان في ناس بتيجي تقف في البدري لان البدايه زي كان الدكتور مرتضى بيقول مش مبشره بس الحمد لله كانت مبشره الحمد لله. تمام. على فكره هو عشان احنا متعودين انا والدكتوره سعاد نيجي في الحته الاوليه دي يعني احنا اكليماتايز عليه. خد دي صوره للقاعه بقى وفيها ناس واقفه كده عشان ايه عشان هيقول بعد كده هيجي ساعه ونص يبقى بنرد عليه في الصوره. الستيشنز دي مهمه قوي يا شباب. جرام بوزيتيف الاول بنسلم الاول بالجرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف انفكشن الجرام نيجاتيف لازم احافظ البيتا لاكتام صام. البيتا لاكتام ده للاسف الشديد ناس متخرجه وستاف هنا بيقولوا لي يعني انا بدي كيفالوسبورين مش بيتا لاكتام يعني ما عرفوش ان كيفالوسبورين اصلا بيتا لاكتام. وان اي تجديد بيحصل في الديفلوبمنت بتاع ده من ضمن الكيت فول الغريبه اللي انا سمعتها يعني في الكيفالوسبورين بيشتغل على النيوكليوس بتاعه البيتا لاكتام. يعني ايه بيشتغل على النيوكليوس؟ يعني كل جينيريشن هو بيطور من النيوكليوس بحيث ان لما تتعرض للاكتاميز تقدر تقاوم. فاهمين الحته دي؟ هنوصل بعد كده ان احنا مثلا في عندنا جينيريشن 5 فيفث جينيريشن من الكيفالوسبورين اصبح عندي فيري سترونج بيتا لاكتام نيوكليوس بتقاوم حتى المرسى. ده اسمه حاجه اسمها سيفترولاين بتعملوا عليها هتيجي في وسط السلايدز بعد كده. سيفترولاين ده الفيفث جينيريشن اللي هو حتى كان بيمثل معضله وكان لازم فانكومايسين وبتاع. دلوقتي على مستوى الكيفالوسبورين بيقعد يدور في البيتا لاكتام بتاعته لغايه لما توصل للمستوى الراقي اللي بيقدر يقاوم حتى المرسى والاسم سيفترولاين نحفظه الفيفث جينيريشن. طبعا عارفين ان اخرنا كان في مصر هنا ماكس بي اللي هو الفورث جينيريشن. لا ده الفيفث كمان موجود لكن لسه ما جاش مصر. فعندي البيتا لاكتام دي مرحله اولى. مرحله ثانيه البيتا لاكتام زائد لاكتاميز انهبيتور. الامثله عندي اليوناسيل والاومنتين والتانوسيك واللي هو عارفين الكلام ده. المهم انه يجمع حاجتين مع بعض مع الاكتاميز انهبيتور دي المرحله الثانيه اللي بعده. لو سمحت لا خلاص هنا كاربابينين اللي هو عندي المرحله الثالثه. هنعرف بعد كده هل الكاربابينين ولا كينولون. في الاثنين تو سكولز وهنقول انا ليه يعني بختار ازاي ما بين التو سكولز دول. فالكاربابينين انشرهم عندنا الايميجينين سيلاستين التاينام والميرونين وبعدين الدي اللي هو فلوروكينولون السايكوفلوكساسين والاوفلوكساسين اللي هو التافانيك والحاجات دي. وبعدين الدي سيستميك بوليميرزين بستخدمه دايما بيبقى كومبايند مع حاجات لان طبعا دي بتبقى فيري ريزيستنت ستريت سواء ميرونين تيجي لي ساكنين ريفامبيسين الى اخره. وبعدين ساعات السيستميك ده ما بيكونش كافي لو عمل الانجايتس اي ماست اير كمان انتراثيكال بوليميرزين وجنتا مايس. فدي محطات الجرام نيجاتيف كلها. الجرام بوزيتيف البنسلين الفانكومايسين الفيكوبلانين اللاينزولين.
البنسلين طبعا ما زال في روماتيك الجرام بوزيتيف كوكاين الاستريبت والحاجات دي بيستخدم وكده، لكن كل المرسى عندي لازم فانكومايز فيرست لاين في العالم كله ما عدا اليو كي. اليو كي تيكوبلالين اللي هو التالكوسيد ده الفيرست لاين. الاثنين دول لايكوبيبتايد لازم يستخدموا في الجرام بوزيتيف اللي بيطلع على التمييز بعنف والمرسى كمان. فالفانكومايسل تحديدا لما يبقى مش موجود ما ينفعش اقول لاينيزولين وانط على اللاينيزولين، امشي زي الكتب ما بتقول التيكوبلالين هو اللي لازم يبقى فيرست لاين عندي. تمام. طيب التايبوسيد ده برضه هتلاقوا عنه معلومات مهمه جدا في قصه المقاومه بتاعته، بس خلينا نتكلم في الاول. لا 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 ما تقلقش دي خلينا دي شويه. انا عندي مش بس الاستاف هي اللي ممكن تبقى نيسيسيلر ريزيستنس المرسى يعني، لا ده ممكن كمان نيوموكوكل، يعني ساعات نيوموكوكل مسلسلن في النيمونيا تحديدا. فعشان كده ناس كتيره بقت بتدي كوميونيتي اكوايرد سيفير كيسز لازم الفانكو يبقى انكلودد مع حاجه يا ميرونم يا سيبرو. وهفتكروا السؤال ده، هو الفانكو يبقى مع الميرونم ولا مع السيبرو؟ ده الاجابه بتاعته مهمه جدا بعد كده. الميرونم والسيبرو عشان الكليبسيلا اللي بتعمل لي نفس المنظر بتاع النيوماتوسيل والاجريسيف تشيست انفكشن. فالاجريسيف تشيست انفكشن لما الاقي نيوماتوسيل باي نيوموثوركس الى اخره، دي ببقى خايف من اثنين، واحد منهم جرام بوزيتيف بيكون ميسيسيلين ريزيستنت سواء كان نيوموكوكل او ستاف او وات ايفر، والثاني الكليبسيلا. فالكليبسيلا برضو هتحتاج لي حاجه من الاستيشن القويه، يا الميرونم او الايه او السيبو زي ما هنقول التو سكولز بعد كده. طيب خلينا برضو من ضمن البيتفولز الخطيره اليونسين. اليونسين كتير بيدوا الجرعه بتاعته غلط، اولا لان هي زمان كانت مكتوبه غلط لغايه 2000 يعني مش غلط، كانت مكتوبه وبتكفي، لكن دلوقتي مع الريزستر اصبحت مش بتكفي، فاصبحت اللي كانت زمان تكفيني وصح الوقت تعتبر غلط. دي نمره واحده. نمره اثنين، لما يتكتب امبسلم من الامبسلم 200 يبقى المقصود من اليوناسين 300، لان كتير منكم بيقروا نص الجمله ويروح مدي 200 من اليوناسين مش من الامبسلم، فده بيكون تاني. تمام. والثالثه ان ما عادش في حاجه اسمها يونسين كل 8 ساعات، تخيلوا بقى. ودي مع الجروينج ريزيستنس اللي بتحصل، ان الميدسكيب قال ان اليونسين ماست بي جيفن كل 6 ساعات. الدواء الثاني اللي اصبح لازم كل 6 ساعات وكان زمان كل 8 الفانكو، الفانكومايسين اصبح برضه كل 6 في الاي دي. عارفين هتلاقوا ان الميدسكيب كاتبه الفانكو كل 8 في ايه؟ في حاجه اورال بس، في الانتيرو كولايتس وسودو مام امبرس كولايتس دي اورال. لكن الاي دي اللي احنا بنديه في السيستميك انفكشن بتاعتنا هو ده اللي لازم يتاخد اصبح حاليا كل 6 كل 6، يبدا من 10 كل 6 اللي هي 40، وبعدين 15 ل 20 في الايه؟ في المونولايتس السيفير كولايتس ريتنج كونديشن. تمام؟ فاصبح البانكو كمان كل 6. يبقى انا في الامتحان يعني لما اجي مثلا احط لك حاجه كل 8 عشان تطلع لي الغلط، اهو ده غلط اهو. ده غلط ان هو كل 8 لان هو اصبح الوحيد كل 6 مع الريزيستنس اللي بتحصل من جوه. فكمان من ضمن المستيكس والبيت فولز الخطيره ان استخدام اليونسين كروتين في النيونيت، دي مصيبه في حد ذاتها. وكلمنا معاه طبعا هو ممكن في النيونيت يستخدم في حالات محدده، بمعنى ان انا لو انا جيت الاسينيتو باكتر تحديدا هو اوف تشويس، وبديه في الاسينيتو باكتر بالجرعه اللي هي 100 ملي جرام بير كي جي بير داي ديفايد على 12، ده الوحيد اللي كل 12 في النيونيت عشان الكدني اكسكريشن بتاع السلبكتات، فده كل 12. لكن خلي بالنا كل البيدياتريك بعد كده بقى كل 6. تمام؟ والتيرم حتى بيتاخد كل 8 لان الكدني بتاعته تقدر تستحمل سلبكتات كل 8. تمام؟ النقطه المهمه ان ده مش في السي ان اس ومش روتين، لان جرعته الحقيقه في السي ان اس اكتر من كده كمان. هي الجرعه اللي المفروض تستخدم هتلاقيها عندكم في السوفت وير 300 ملي جرام بير كي جي بير داي، اللي مقسمها كل 6 تبقى كام يا شباب؟ عايزين ناس كاتبين 75 بير كي جي كل 6. دي الجرعه بتاعت السكين انفكشن مش المننجايتس، مش المننجايتس، لان هي هتلاقي الجرعه اللي هي دي 300 مكتوبه في السكين انفكشن من الامبسيلين 200. لما يكتب لك في الميدسكيب من الامبسيلين 200 يبقى من اليونسين كام؟ 300، ويتقسم على 6 تبقى كام؟ 75 بير كي جي كل 6. اذا ضربت فاوجع القانون اللي بيقولوه في المايكروبيولوجي هيت اند ران، ما ينفعش ادي حاجات سب ثيرابيوتيك لان ده بيزود الريزيستنس بقى. مش بس الابيوس ان انا بستخدم في حاله مش انديكيتد، لا ان انا عمال ادي جرعات قليله، او المصيبه الاسوء من كده ان الجرعات، لا حتى لو بدي جرعات سايبه على
عيان اساسا يوناسين ريزيستنت والسي ار بي لا بتتحسن ولا الفيبر بتتحسن ولا الابيتايت بتتحسن والعيان قاعد 15 و 20 يوم نيفر ده هم يومين او 3 ايام وري اساس لان استخدام اي حاجه بيتا لاكتام كل البيتا لاكتام حتى لو معاها يعني لاكتاميز زي اليوناسين البيتا لاكتام بينشط ثلاثه ميكانيزم للريزيستنس النهارده في اليوم العالمي للريزيستنس اتليست كلنا لازم نعرفين ايه هو الريزيستنس دي بتحصل ازاي فالريزيستنس دي بتحصل بثلاثه ميكانيزم الميكانيزم الاولاني اللي هو اللاكتاميز والفكره السيئه اللي كان بعض الناس بيقولوها اللاكتاميز بالجرام بوزيتيف بس لا طبعا الجرام نيجاتيف اسمها ليزبل ستاندرد سبيكترام بيتا لاكتاميز برودوسينج جرام نيجاتيف الانتر البكتيريا الجرام نيجاتيف بس اللايك كتير جدا بيطلع التاميز فالفكره الخطا ان هو جرام بوزيتيف بس على فكره الاستاف والكلام ده لا ده ممكن جرام بوزيتيف وممكن جرام نيجاتيف نغير البيت فورم دي برضه كمان تمام وبعدين ان هو اللاكتاميز ده عارفين بعد شويه في بيبر لازم كلنا نقراه النهارده اسمها كارباكسيلينيز فيرسس لاكتاميز يعني ايه الكلام ده كارباكسيلينيز ان اللاكتاميز بعد شويه بيتغير الاتيتيود بتاعه ويبدا يدمر في الكارباكسيلين اتسلف والكارباكسيلين يبقى بقى تحول الى كارباكسيلينيز فالبيبر اللي انا بقول لكم هتقروه النهارده كارباكسيلينيز يعني كلام دولار كده ان هو الوجه الاخر للاكتاميز واحد بيستخدم بيتا لاكتام مش بتدي نتيجه ونايم عليها وسايبها كده عشان كده النواب اللي هيفضل حال يومين ثلاثه ما بيتحسنش وسايب نفس الانتي بايوتيك هيبدا يتحاسب من اللحظه دي انا اعتقد كده المستشفى كلها ما شاء الله حضرت والدنيا ملت على اخرها ايه فكل اللي ما حضرش بقى النهارده يبقى ده مستيك عنده ما ينفعش ابقى سايب انتي بايوتيك ها والانتي بايوتيك اللي بالطريقه ديت متساب فترات طويله هيبدا ينش اجي استخدم النيروبينم الاقي النيروبينم بقى ريزيستنت كمان ليه لانه متساب عليه طب الميكانيزم الثالثه للريزيستنس ودي الاخطر بقى كمان ان حتى كان بيطلع بكتيريا دي ان اي جايريز فبيأثر على البكتيريا دي ان اي جايريز ده كينولون ريزيستنس يعني حتى السيرو لو استخدمته او التفالت هيبقى ريزيستنت كمان نتيجه دي سوء استخدام البيتا لاكتام فيبقى انا القصه دي لازم اخلي بالي من الثلاثه ميكانيزم بيحصلوا من الرونج برولونجد يوز اوف يونس يبقى اليونسين ما استخدموش على طول عمال على بطال من غير انفكشن ما استخدموش بسب ثيرابيوتيك اللي انا لسه قايلها دلوقتي لازم البروبر حتى في المودريت وانت عارفين الانتيجينيتيك بتاعه اليونسين ضخمه جدا دلوقتي يعني هي بتوصل لو سمحتوا الانتي بايوتيك في الانتي مننجيتيك دوز بتاعت اليوناسين بعد السنه الاولى بتوصل 600 عارفين يعني ايه 600 من اليوناسين يعني اللي هي بتكفي 400 تقريبا من الامفيسيل ف 600 من اليوناسين ماكسيمم عند 20 كيلو اللي هو 12 جرام اللي هي الادر ماكسيمم ادر دوز يعني انا بوصل الماكسيمم ادر دوز عند وزن 20 كيلو 20 في المننجايتس في الكلام ده كله مننجايتس اللي هي 600 اللي هي بتكفي 400 من الايه من الامبسيل واضح الكلام اللي اقل من سنه بيبقى اخري اقل من كده شويه اخري عند 400 يعني ما بين شهر من شهر لغايه سنه 450 اللي هي تكافئ تقريبا 300 من الايه الامبسيل 450 من الايه من الايه تمام ده من الجايتس دي اللي هو بين عمر شهر وسنه يعني زي ما شفتوا كده ما ينفعش روتين ادمنستريشن ونفضل وراه في نيوناتولوجي انتوا عارفين مستشفى واحده فقط في العالم استخدمت يعني طبعا انا لما يعني ناقشتهم ما حدش رد عليا فابتديت ادور هو واحده بس اللي بتستخدم اليوناسين روتين في نيوريك اكتشفت كده في 2013 استخدمته وفي اخر 2013 شالته بحيث ان في البروتوكول في 2014 ما فيهوش خالص كلهم استخدموه روتين وقفوه معناها ان حصل عن ان هم عشان بيمونيتور ايه اللي بيحصل عارفين ان في مشاكل ممكن تحصل تمام فالاستخدام اللي حصل من مستشفى كنتا في روتين ادمنستريشن في 2013 ثم توقفوا بعد كده اتكرر تاني اليوناسين بيستخدم في الاسينيتو حاجات سيلكتيف لما يكون اسينيتو باكتر انفكشن بالجرعه اللي طلعت في الجدول لكن اتس نوت روتين
ونفضل وراهم، لان السيرفرتان كان نوت يوز روتيني في كل النيوريت الموجوده. واضح؟ الحاجه اللي بعد كده قصه الامينو جلايكوزايد مهمه قوي. يعني مش بس بقى بيستخدم يوناسين وهو الروتين ده، بيستخدم جلطامايسين وبيعتبر الجلطامايسين روتين. دي مصيبه في حد ذاتها. دي مصيبه كبيره. ليه؟ اولا الفكره الاولانيه ان اليوناسين ليه جرام بوزيتيف والجلطامايسين للجرام نيجاتيف. دي فكره غلط خالص. اليوناسين ليه 7 جرام نيجاتيف بكتيريا اكسبكت، يعني في 7 محترمين في الجرام نيجاتيف، وبالتالي ده يعني ادكويت بالنسبه للمورد انفكشن. ممكن ابدا بيه الاول لوحده من غير ما ادي جلطامايسين، بس اخلي جلطامايسين بس للحالات اللي هي المودريت تو سيفير كيسز. الكالتشر دايت طلعت لي كالتشر مودريت تو سيفير، يعني اول ما اتحسنش على اليوناسين بعد يومين ثلاثه ساعات ممكن اقلب مقاومه اليوناسين بالجلطامايسين. مانو جلايكوزايد بصفه عامه، ودي الميزه بقى ان هم دايما بيطلعوا ناس متاسسه. نسال هو بيشتغل على انهي ليفل؟ بيشتغل على الاس 30 و 60 يونت بتوع الرايبوزوم. فالرايبوزوم اقدر استخدمه يعمل لي اوجمنتيشن لاي واحد من السته اللي انا حطيتهم للجرام نيجاتيف. يعني لو حطيته على الامبسلين يعمل سينرجيز، اليوناسين يعمل سينرجيز، الميرونين يعمل، اي واحد، وممكن يريفرس الريزيستنس بتاع اي واحد فيهم. بس اذا كان عيان لايف ثريتنينج مش هينفع ازود امينو جلايكوزايد، لا. يبقى اذا لايف ثريتنينج ادي بقى سيبروفانكو على طول او ميروفانكو. هقول السكولز والسكول دي والسكول دي، فالسيفير واللايف ثريتنينج ما ينفعش اجرب او ان انا هريفرس بالجنتامايسين، لان تايم از فيري بريشس. لحظه المايكرو مودريت انفكشن نوت امبروفينج ويزن 2 تو 3 دايز اند باك بريشر از ستيل انكلوزيف. تمام. نوزو كونيا للهيمو سبرست معروف ان هو بيحتاج قوي الكلام. النوزو كونيا اللي هو بتاع الهوستال انفكشن والهيمو سبرست وات ايفر السبب بتاعها بيتحسنوا على لما اضيف الجنتامايسين. النيويت روتين كل النيويت او انا امبسل الجنتامايسين. ليه؟ لان انا عندي في بعض الامراض اللي بتحصل في النيويت حتى هذه اللحظه فشلنا ان احنا نوجد روتين للنيويت افضل من الامبسل الجنتامايسين. يعني كان ناس حبوا يدوا امبسيلين سيفوتاكسل وحصل يعني انتيرو بكتر انتيرو كولويشي وحاجات كده فرجعوا تاني لده. هو في مرحله طبعا الجلطامايسين بتاسس السيرابيتك ليفل بتاعه، فالناس قالوا لو مستشفى مش قادر يدي السيرابيتك ابدا ادي سيفوتاكسل. قاموا حتى قالوا بعد كده لا، ده حتى لو مش عارف تقيس السيرابيتك ليفل بتاع الجلطامايسين خليك على الامبسيلين جلطامايسين طالما انت في الليفل بتاع 10 ايام ده سيف. وهنتكلم على السايد افكت والحاجات دي في حاله دلوقتي. اتفضل. يلا يلا. اللوكال ابلكيشن معاك سياره انت رفيكت او طبعا في الانهاليشن جلطامايسين انهاليشن في سيستيك فايبروزيس والانترسيكال لسه قايلينه والمي ريفرس بيشنت ريزيستنت اوف اني كلاسيك سيجريت. الكلام اللي لسه قايلينه. جلطامايسين دي دوسج سيستم بتاعه زي ما انت شايف كده كله بقى وانس ديلي، بس الجرعه طبعا بتختلف حسب العضو. تمام. الجنتامايسين دي ريستريكشنز اساسيه عندي. اولا البانو كرياتينين، وده انا اقدر ان انا اعيشه باستمرار. الاوديومتري وهكلمكم بالتفصيل على قصه الاوديومتري. والايه انا محتاج الفانكو جدا عشان جرام بوزيتيف. لما بحتاج الفانكو جدا اجي احط الجنتامايسين بقى 2 نيفروتوكسيك. الحقيقه ان حاجات فيري سيلكتيف اللي اقدر اعمل فيها كده، ولازم اعد البانو والكرياتينين كل يوم بتحديدا في الاونكولوجي. يعني بتوع الاوراق عندهم بعض الكومبينيشن اللي فيها الاثنين دول الجنتامايسين والفانكو. بس انا لقيت نظرا لان يعني ده من ضمن الريستريكشن الخطيره قوي ان انا اثنين وبعدين كمان الانفوتريسين لو جيت اضيفه بعد كده. فالان اتفضل انفوتريسين برضه نيفروتوكسيك. فبالتالي من ضمن الحاجات هو انا لو هدي حاجه يعني ممكن تبقى هارمفول للكيدني هو في البرايورتي لا الفانكو في الاول. وطبعا الانفوتريسين ساعات بحتاجه كتير جدا بالذات اي انتي بايوتيك بعد 10 ايام اول ما الاقي السي ار بي رجعت تعلى تاني زي ما هنشوف في السلايد اللي جايه. اما بترجع تعلى تاني يبقى ممكن يكون فانجل انفكشن بالذات لو تي ال سي مش بتاعك. لو التي ال سي كمان عليت يبقى ده سكندري ريزيست طلع كبارتينيميز فابدا اغير في اللاين بتاع الانتيبيوتيك. لكن لما الاقي ديسكريبنسي حصل السي ار بي بس هي اللي بتعلى يبقى الفانجر والانفوتريسين اسينشال في القصه. اتفضل.
انا عندي كمان في حاجات الديوريشن بتاعتها ما فيهاش هزار، تمام، اللي هي البرين ابسس 8 اسابيع، البكتيريا اندوكاردايتس واللانج ابسس من 4 ل 6، الاتش ال اتش اتليست 4، النيمونيا كومبليكيتد بنيوماتوسيل او بلورال ديفيوجن او بتاع اتليست 4 اسابيع. المده دي ما فيهاش هزار خالص، يعني عشان كده الجنتامايسين يا اما ما استخدموش من الاول وخليه في الفانكو اكتر، ان ده هيكمل 4 اسابيع، يا اما اكلمكم بقى في حته لو اضطريت استخدم الجنتامايسين للمده الطويله دي، كان كالتشر مش جايه غير هي ايه، يعني انا من الاول اتجنب استخدمه في الانتاج، انما لو طلع لي بقى الكالتشر دي هو تمام، اخلي بالي ان قصه الاوديومتري الهاي فريكوانسي بس هو اللي ده بقى افكتيف، ابتداء من تردد 8000 هرتز. عارفين 8000 هرتز ده ايه؟ اللي يعرف يرفع ايه؟ زنه الموبايل، زنه الموبايل دي 8000، وبعدين الدفنس يبدا ينتشر انورد، يعني ناحيه الايه؟ ناحيه الاقل، لغايه لما يوصل لل 4000، اخلي ال 4000، فال 4000 كده اللي هيتنط ايه اللي مكتوب في الكتب بتاع الانجليزي المحترمه؟ ان سي وفي تتسمع ايه؟ حروف الناموس حرف الاس وحرف الاف بس، انما بيتسمع ايه؟ فكتير جدا منهم بيبقى صار كلينيكال اصلا. ومش حلو ديتكتد غير على المستوى اللي هيعمل اوديومتري. وبعدين الكلام ده كان في الجرعات اللي هي كل 12 وكل، انما لما هم عملوا الوانس ديلي تحديدا الوانس ديلي اميكازين دوز، طلع ان الاوديومتري ده اللي بيبقى افكتد من 0 ل 2.5%. معناته الكلام ده ايه؟ معناته ان اللي موقف امينو جلايكوزايد عشان الكلام ده هيبقى هيدخل في قضيه. لان المدد دي لازم تحترم، دي كلها لايف ستريتنج، واعرف حالات بالطريقه دي وقلنا لهم ما ينفعش، انا من الاول احاول اتجنبه، لكن لو كان هو الوحيد اللي قدامي البان والكرياتين بيتابع النيفروتوكسيستي خلاص، حتى لو هستخدمه مع وات ايفر امفوتريسين او وات ايفر، بان والكرياتين اعمله كل يوم طالما اثنين نيفروتوكسيك يتعمل كل يوم خلاص. الاوديومتري يوجوالي سب كلينيكال، والدراسه اللي بتقول ان الاوديومتريك تشينجز اللي انا بعمل لها اوديومتري عشان الديتكت بتكون من 0 ل 2.5. فاذا يعني اللي يوقف يقول لي ده ماكسيموم 10 ايام في حاله من الحالات اللايف ستريتنج دي ارتكب جريمه. اوكي؟ واضحه؟ لحظه هنا بقول ان هو الديتكتنج سي اس من 0 ل 2.5%، وهي لو عملت جلايكوزايد ماست بي كونتينيود لما الديوريشن. اتفضل. كوميونيتي اكوارد نمونيا، خلينا ندي دي انفكشن مشهوره جدا، فبندي ازاي؟ المايلد تو مودريت اللي هي ما فيهاش لاب ولا كلينيكال راديولوجيكال كراتيريا اوف سيفيرتي، يعني ما فيهاش كراتيريا بتاعت السيفيرتي. ازاي؟ انا عندي في التاكيبنيا لها رينج معين بعديه بقول ده ايه؟ دي سي في، بالذات لو عدت ال 10 اكتر من ابر ليميت اوف نور، او يكون في هايبوكسيا هايبر كابنيا اوكسجين ديبندنت اول ما اشيل الماسك، الحاجات دي كلها دي فيها سيفيرتي. فلو حد يعني لو حد يقول لي سني يبقى مع الجنتامايسين في الحالات ويومين ثلاثه واقلب على الليفل اللي بعده، تمام، طالما ان هي مود. انما لو شخصها ان هي سيفير ما ينفعش افصل يوناسين وجنتامايسين. حدي بقى التو سكولز اللي هي عماله اشرحكم ليها، هنختار ميرنان فانكو ولا هنختار سيف روفر، تمام. طبعا الكراتيريا طبعا يعني السيفيرتي برضه تي ال سي اكتر من 20000، سي ار تي اكتر من 40 مع اي حاجه من الحاجات دي. الجايد لاينز بتاعه دي هتبقى اليونسين ده في المايلد تو مودريت، بس هنا مودريت تو سيفير هيبقى الاميكين، بس لسه ما عداش الابر ليميت اوف نورمال اللي هو ال 10 اللي سايبها او الحاجات الثانيه كلها. السيفير بقى هندخل في قصه ايه؟ سيبرو فانكو ولا ميرنان فانكو؟ ممكن نجيب اللي بعديها. ايوه، دي سكول ودي سكول. احنا عندنا الاي ار اختار سكول اللي هي بتاعت ميرلان فانكو، معروف ان يعني احنا كلنا تربينا اجيال لغايه 2009 كانوا بيقولوا الكينولون ما تستخدمش قبل 8 سنين، كان بيدي احتياط واحد انه بس في السيستيك فايبروزس ممكن استخدمها اقل من 8 سنين، لكن الكلام ده بعد 2009 اتغير، استخدموا الاي سي في حتى النيونيت من 2000 من نيرسون 2009 احنا بنقول الكلام ده، يو كان ابلاي حتى في النيونيت. جرعته في النيونيت السيبرو 10 ملي جرام بير كي جي كل 12، يبقى اذا جرعه مقننه بس اخرها 20، تمام؟ في البيدياتريك احنا اتفقنا اذا ضربت اوجع هنستخدم اللي هي البيدياتريك الماكسيموم 30، 15 بير كي جي كل 12 ساعه يعني 30 بير كي جي بير دي. الجرعه دي اقدر استخدمها في البيدياتريك في كل الحالات السيفير.
دي ليها ادفانتج ودي ليها ادفانتج. الميرنم بيتجنب قصه الجوينت اللي هي اصلا ليه، تمام؟ لو انا وزنت الامور ولقيت ان انا عندي حاليا تحديدا جرام نيجاتيف كليبسيلا، الكليبسيلا بتعمل طلبه بيلينيز ليه برودكشن مصيبه سودا، ولازم كلكم على مستوى الامتحان تكونوا عارفين، لازم كلكم على مستوى الامتحان اقفل اقفل بقى. احنا نشكر فرح من اداح على مجهود اللي هو في التوصيل الكلام ده خلاص توصيل الثالث استعمال الانتيبيوتكس خصوصا في المستشفى عندنا. احنا معانا الاستاذ الدكتور عمر محي الدين بتبذل مجهود رهيب عشان حكايه الحته المطلوبه الاسيستنس، والعالم كله من 18 ل 24 نوفمبر الجاي في حاجه اسمها الانتي مايكروبيال ريزيستنس ويك على مستوى العالم كله عامله دبليو اتش او. فيا ريت الدكتوره منى هتقول لنا البريف الجماعه بتوع كيكا فورمولوجي ما بيفريش وفي الاصل العيني بيعملوا ايه عشان احنا وي دونت ابيوز الانتي مايكروبيالز. بالنسبه لبوتيش، هو احنا بنعمل حاجه اسمها انتي برجام بتتعمل في بوتيش الياباني وبتتعمل في المنيره كمان. الانتي برجام ده يقول لنا ايه الموست كومن انتي بايوتيك، الموست بريفلنت بكتيريا والموست سنسيتيف لكل نوع، وده بيتعمل انيو. وبناء عليه ممكن نحط جايد لاينز. لحد دلوقتي احنا بنحاول نحط بس لسه مش محصول مكتوب، يعني according to the prevalence of antibiotics بتاع الorganisms في كل نوع انتاكشن والانتيبيوتيك سنسيتيفيتي كل نوع منتشر. فدي مجهودات بتتعمل في المعهد، وفي محاولات برضه لقفل صرف الانتيبيوتيك الا according to the culture of sensitivity بتوع الانتيبيوتيك. من عندنا من المعمل، موجود عندنا في المعمل اللي بنحتاجه، احنا مطلعينه لكل ديبارتمنت لكل مستشفى. انا يعني لان انا مدير مركز الباكولوجي في اليابان، فهو موجود في المعمل، اي حد محتاج كوبي ممكن يجي. بس طبعا لازم يبقى فيه جايد لاين، مش بس يعني الانتي بايوتيك ده واحد من التولز اللي بقى كوردن ليه بنعمل جايد لاين. في اليابان في التغيير الياباني النواب الاساسيين سواء منيرة او يابانيا بمعنى خطوه، النواب الاساسيين بيلفوا، ما فيش مشكله عشان هو نفس البيشنت، ما فيش مشكله. يعني اي نايب هيبقى محتاج او اي حد محتاج من الكلينيشنز يشرفنا في المعمل هنطلع له. في حاجه معموله دلوقتي في الياباني بالاتفاق مع الاداره، لان احنا مانعين صرف، يعني الامبريك انتي بايوتيك بتتصرف اكوردنج للانتي بايوجرام ده لمده 48 ساعه، وبعدين لازم يبقى في باركود من المعمل انه اتعملت مزرعه قبل ما نصرف الانتي بايوتيك. اعتقد ناس كتير منكم عارفه الكلام ده. وبعد 48 ساعه لازم يبقى في فيدباك من المعمل. مفيش حاجه، مفيش مزرعه بتقعد بعد 48 ساعه من غير فيدباك. يعني الاشاعه القديمه ان معمل ده كويس بيستنى ثلاث بعد 10 ايام، ده كلام مش حقيقي. انا بتكلم برضه على اليابان، مفيش الكلام ده. حتى البلاك فاكتشر لو ما تابعتش، وطبعا احنا البلاك فاكتشر مش بيجينا، لما بيقعد خمس ايام على الجهاز لحد ما تقول ان هو ناجح، بس 48 ساعه. في 24 كمان، 24 اور. يس يس، احنا بنطلع النتيجه ايه نيجاتيف بروفيشنالي في اول 48 ساعه، وده لازم يرجع للصيدليه ويكون هيشوف تاني الفرق، وبعد خمس ايام بتطلعها فاينل ريزلت. بس بعد 48 ساعه بيبقى في فيدباك. والحمد لله وصلنا كمان للابسام دلوقتي في اليابان، فبقت النتائج بتطلع دايركتلي على الابسام. ايوه، بس هو اللي بيبعت السامبل ما يسالش عليها. لا بنطلعها لهم دلوقتي. هو الحمد لله يعني دكتور ميريا هي عامله مجهود كبير جدا جدا، يعني فوصلنا بالاقسام، فالنتائج بقت تطلع دايركتلي. لو فتحتوا ال الكمبيوتر ساعتهم هتلاقوا النتائج طبعا. ولو في اي مشكله اي حد في المعمل ما بيروحش ممكن يحلها لكم، لان احنا يعني موجودين لحد مواعيد المعمل، والمعمل الطوارئ شغال 24/7 لكل حالات بلاك كلتشر نيولي ادمتد، واي حاجه نيولي ادمتد حتى لو مش بلاك كلتشر علشان تسحبها علينا قبل ما تبدا الانتي بايوتيك. لان وانس الانتي بايوتيك الثالث بيبقى صعب جدا الايزوليشن بتاع المايكرو اورجانيزم. فا واي حاله بتاخد عرض عمليه بتتاخد في معمل طوارئ 24/7. انا بس حبيت اضيف طبعا ان اللي يحط الفانشر ما يسالش عليها دي مصيبه، لان كل اللي بيتكلم عليه ده هنا الامبيريك اللي هو هبداه في اول 24 ساعه. والباكتك ان شاء الله عندي امل ان احنا لما يجي تطلع اديني بريليمينري كده. بس ممكن يديني حاجات بعد 24، يعني ابدا اسال بعد 24. بعد 24 وبعدين بعد ال 24 ممكن يبقى 48 تاني، ما فيش حاجه في 24. بس ممكن جدا ال 24 تديني كلو يبقى لايف سيفنج بالنسبه لي، فما ينفعش ان انا اطلب. بس طبعا كل ده ما يعني في حاجات بقى الكالتشر ما بقاش، يعني بالذات الجينيز نيجاتيف
هتشوف دلوقتي ازاي ما هي كيف تضل يعني تضل الناس كتير ويظنوا ان هي دي ان في حالة مثلا هي اصلا سيستميك جوفينايل اثروباتي وماكروفاج اكتيفيشن سندروم وطلع كولاجينيز نيجاتيف ويفضل خايف يدي البارسل سوليد رول احسن ان هو عنده كولاجينيز نيجاتيف كولاجينيز نيجاتيف دي كانت على سكيم من بره وحتى لو كانت ادي يو ماست جيف لما تلاقي الكرايتيريا بتاعت الفيفر فيها ماكروفاج اكتيفيشن سندروم يو ماست جيف البارسل سوليد رول. فخلينا دلوقتي مع القصه ديت عشان هنوصل بس عايز الجاردن الباك كلتشر احنا اول ما بيحصل الجهاز الارت بنعمل دايركت فيل وبنطلع نوزعه على الاقسام بنتائج يعني لو طلع جهاز فاضي فبرا نيجاتيف بنطلعه بعد 24 ساعه بندخلها على جهاز عندنا في الجيران اسمه مالتي توف ده بيتعرف على الاورجانيزم مباشره فاحنا ما بقيناش نتاخر اصلا وانس الاورجانيزم ايزوليتد بس هو بيسالوا بعد احنا بنطلع نسلم النتائج انا عندي هنا قصه كارونا مودافانكم الحقيقه ان انا هناك الكيمورون بانكو دي لو الدكتوره منى قالت لي لا ده الميرونال اصلا ابتدى يبقى ضعيف والكاربا فينيز الانيشيال شغال كتير. طيب ده في حاجه بقى ممكن حتى الدكتور منى ما تعرفهاش ان هو يبدا معايا الانيشيال ريسبونس اللي هي ليت كاربا فينيز برودكشن ده بعد ما تاني انيشيال امبروفمنت محدش يعرفها دي خالص دي هيبدأ يظهر لي بعد كده الليت ريزيستنس. فالليت ريزيستنس دي كان بيدي نتيجه ممتازه الاول مع الميرنم وبعد كده بدا الميرنم ما يديش علامات ما بيديش ايه عشان لما نسالكم فيها في الامتحان ان السي ار تي يقعد يزيد بعد ما تنقص التي ال سي لازم يزيد لان لو سي ار تي لوحده ده فانكر ودي نقطه مهمه جدا في الامتحان بتقصد الانفوتريسين او ديفلوكين في الاول بعدين الانفوتريسين او الحساسات يعني ده السي ار تي اللي هو من غير تيرس. لكن الاثنين دول كمان لاحظنا في الكريبسيلا تحديدا بيتراقب ان كمان الاي ان ار ممكن يبقى برولونجد كتير قوي من الحالات اللي بيظهر فيها الليت تبقى بريليس برودكشن بتبقى داخله على دي اي سي فيري سيريس فيري سيريس. فالعلامات دي كلها براقبها وتحديد وكمان الاي ان ار اللي هو بيبقى علامه من علامات الدي اي سي اللي جايه لي من الليت ريزيستنس. الاسيستنت بتاعي كاستشاري لو انا لقيت سي ار بي وحدها بتعلى من غير تي ال سي ما تزيد وجيت رحت مغير في اللاين بتاع الانتي بايوتيك عملت مصيبه لان ده يا اما ادي انفيتريسين مباشره يا اما جرب ديتروكين يومين واشوف ما اتحسنش اروح مدي الانفيتريسين واغير الاي دي بعد اي ماست دو ذيس. تمام الاسسمنت بتاعي لو الاثنين زادوا مع بعض تي ال سي والسي ار بي ادي اللاين الاقوى هاو تو ريفيرس بقى دي اللي بنسميها الايه اللي ريزيستنس بتاعت الكاربا كيمي الريفيرس يا اما ان انا ادي معلش هي دول المدرستين خليهم شويه بس لان ده كل ده من توابع المدرسه اللي شغاله حاليا اللي هي ميرو وبانكو في الاي ار هم تجنبوا قصه الجوينت وده يعني شابوه ان هم يعني حافظوا على الجوينت لكن في نفس الوقت يعني عندي حالات بتطلع كربابيلينيز ابتدت تزيد فاحنا محتاجين نأسسها. هل نبدا يبقى بتوع الكوميونتي اكواد نوعي حصل القصه السي في كوميونتي اكواد ادي سيكو فانكو لو سمحت لو العيان من الاي ار ابتدى ميرو فانكو وبيتحسن اخليه اندر كلوز اوبزرفيشن انا عندي قانون مهم جدا ما غيرش واحد بيتحسن ابدا اذا بيتحسن اي ماست ريسبكت الامبروف بس يبقى تحت عينيا وعارف ان هيجي في اليوم الخامس للسابع يا ليت ريزيستنت هيطلع كاربا فينينيز لو الاثنين زادوا تي ال سي وسي ار بي يا اما البرود سبيكترم وهو بيستخدم سبع ايام يبقى في فانجل انفكشن من البرود سبيكترم. الاثنين دول ممكن نجيبهم سؤال جدا كومنتري واظن كلكم هتجاوبوه صح دلوقتي صح ولا غلط؟ المره دي يا بنتي وبقى انا دي والله انا عندي طالب كل الناس تبقى سعيد بس انا مش هفرح لو واحد خد الام دي بريماتيور وهو لسه وبعدين بعد كده يبقى فيه مشاكل خليه يتعلم كويس كل ما تتعلم كويس طالب بالحضور بقى. طب احنا عندنا دلوقتي الحته بتاعت الكينولور والبانو بنقول
ان انا عندي حتى الميرونين بستخدمه دايما مع البوليميكس. يعني من ضمن مزايا المدرسه دي ان مفيش حاجه اسمها سيبرو بوليميكس، لكن في بوليميكس مع ميرونين زي ما احنا شفنا كده. البوليميكس لما يبقى كومباين، يا اما كومباين مع ميرونين يا جنتا مانسل وده فيري نيفروتوكسيك كومبينيشن، يا اما ريفام ديسين او تجيلي سايكلين الاربعه دول. لكن مفيش بوليميكس سيبرو. فالحقيقه ان لو حط السيبرو في الاول بيكون افضل في السكند بايت. لكن الميرونام لو انا استخدمته مع الفانكو ميرونام فانكو لو فشل هستخدم سيبرو. طب لو السيبرو بعد كده فشل هرجع للميرونام تاني اللي انا طعمته، لان بتاع الاي ار دايما شغال الله ينور ميرونام فانكو كله عطل. مع بنحاول نقول ان في تو سكولز ده في مش عارف ايه اللي هو كده. لغايه لما نوصل لاتفاق في القصه دي لازم انا ابقى مايندد بالقصه دي، متابعه اي حد ميرونام فانكو ما ماهوش خلاص هو كده اتحسن وانا لا. ليه؟ بيزيسن دي فيرسي. اوكي بعد السبيسيفيك انفكشن عندي اليو تي اي والبكتيريا اللي جاسترودرايتس او البيوكولايتس بيجيلكوا جرام نيجاتيف، لان المكان اللي تحت ده كله جرام نيجاتيف. عارفين المكان اللي تحت ده اللي هو الستول واليورين والحاجات دي. فاعتقد ان في كاروتين مش لازم ادي بقى فانكوماسين في الحالات دي لان هو فانكو للجرام بوزيتيف. فاقدر ان انا ادي مثلا لو كانت مودريت انفكشن ادي وما خدش قبل كده ادي كيفالوسبورين. هلاقي ان اليو تي اي لو ما خدش قبل كده ممكن كيفالوسبورين يستخدم زي الروسيفيل مثلا او حتى الفورتال ده كيفالوسبورين اجنست سودوبونس. تمام. وممكن الجنتامايسين يعملوا اديشن لانه برضه بي سينرجيز الجرام نيجاتيف. تمام. في حالتين عملوها اكسبشن لليو تي اي ان انا لازم ادي فيها بنك اللي هم ممكن يحصل فيهم جرام بوست النيونيت البي ستريبتوكوكاي ممكن تحصل فلازم يبقى فيه فانك حتى لو هو اي تي ار. والتاني الادوليسنت فيميل اللي هي ستافس بروفيتيكاس اللي بيها ادوليسنت فيميل عشان الادمنستريشن. فالاورجانيزم ده بعد الادمنستريشن كتير قوي جرام بوست احيانا في الادوليسنت فيميل، لذلك الفانك لازم في الجروب ده اللي مكتوب طبعا في الجايد لاينز بتاعت الايه الميد سكيب والابتودي الاثنين دول. عندي بقى بعض الكيسز مش عايزكم تقعوا فيها على مستوى الاستري، يعني ما ينفعش حضراتكم ولا حتى على مستوى الاخصائي الحقيقي. دي مساله في امتحان المصري. شوف السؤال ده انا سالته قبل كده في امتحان المصري. حاله بيمون وبعدين السي ار بي جاي تمام وما تحسنش على مثلا يونسين او حتى سيبرو بقى السي ار بي مش جاي خالص. تمام. ف ايه البوسيبيليتي ان السي ار بي مش عايز يعلى وتي ال سي ما بتعلاش اصلا؟ لازم احط بوسيبيليتي ان ده مش بيورولنت انفكشن، لان البيورولنت كان لازم هيعليه الاثنين دول. وان انا مثلا السيبر اروح قلبه كل ميكسن في الحالات دي دي فيتال ميستيك اولموست كنت بشوفها يعني في 90 سمثينج بيرسنت من الدكاتره اللي بيروحوا. يبقوا مدرسين ومعاهم مستعجلين على الدكتوراه، ادوا له الدكتوراه ادوا وبعدين يطلعوا وهم الدكتوراه الاقي واحد فيهم راح قالب العيان على بوليميكس في الحاله دي. الحاله دي ما ينفعش تيجي فيها على بوليميكس لان ما فيش اي ايفيدنس لبيورولنت انفكشن. This is not biologic. لازم التفكير بتاعي يبقى ثلاث حاجات مش اي حاجه غير الثلاث حاجات دول. هنقولهم دلوقتي. بس انا لما سالت السؤال ده في الامتحان لقيت الاجابه طالب في امتحان بيقول لي روكي ماونتن فيبر. شايفين قد ايه الشقق والشقح وكل حاجه فيها شيء وطاقه. ها؟ ف يعني روكي ما تعرفين لما بيحصل كده خلاص ده ما ينفعش يبقى ولا اخصائي. فانا بدخل معاه في الجزء ده اقول روكي ما انت بتتنقل بايه يا حبيبي؟ يقول لي ليكيتسيا. وليكيتسيا بتتنقل بايه اصلا؟ يعني هي فما يعرفش رواتيك بورن وقصص ثانيه. ودخلنا بقى في حاجه ثانيه اللي هي ثيوريتيكال نولج لان هو على مستوى كلينيكال هو صعب كلينيكال كده. بس انا ايه انا بسال في الحاجات اللي المفروض اصلا ما بتحصلش في مصر. دي حاجات في اليو اس كلها وهم عندهم تيك حشره اسمها تيك والتيك بورن ده. فمش عايز الـ 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 الحاجات اللي للاسف الشديد احنا على مدى اجيال كان في ناس مثلا لما تيجي عايزه تسقط دكاتره تروح مثلا سالها في اللاسا فيفر ها او كيوتيني او كان في لسه من فتره قليله كيوتينيس مانيفستيشن اوف كيوتيكلوز. انا مثلا 30 سنه في طب الاطفال هاف نيفر سين لوبس بالجاريس. لوبس بالجاريس ما شفتش ولا حاجه اللي هو حاطط عليها سؤال في الامتحان بتاع الكيتينس مثلا. انما انت وهل ده يقيس
هل ده معناه ليه اي معنى؟ هو مش هشوف الكلام ده. انت لو عايز تسقط الضمير مستريح اساله في الحاجات دي، ولو ما عرفش نام قريه وعي. He doesn't deserve to be a specialist, he doesn't deserve to be a consultant. لان بنشوفها كتير جدا. سي ار بي لما تبقى راضيه تفكر في الثلاثه دول. اول واحد فيهم الاتيبيكال نيومونيا، الكومنست نيومونيا في السكول ايج، خلي بالنا في السكول ايج اللي بعد 5 سنين هي الاتيبيكال نيومونيا المايكوبلازما، وبالتالي لازم يبقى العلاج ماكروليد. الماكروليد الازاثروميسين محطوط على 5 ايام، بس ساعات الشيبه بتطول اكبر بخبره كده، فتخليك بعد كلاريسروميسين. والكلاريسروميسين ممكن تديه حتى لو فيه طولت او بتاع اسمه، العيان بياخد علاج من 10 ل 14 يوم. لان لما الازاثروميسين المكتوبه بتلاقي العيان خلص المضاد وانت ما انتش عارف فانت الاحسن كلاريسروميسين. خلاص ده في قصه الماكروليد. الفيرال بقى المشهور طبعا السي ار بي ده فيري امبورتنت، الانفلونزا والبارا انفلونزا لازم ادي اوسيتاميفير تاميفلو. فلو حطيتك ما غطيتش البوسيبيليتي دي في البيكو بتاعتك يبقى مصيب اوسيتاميفير. فالفيرا كمان يعني قصص الكورونا طبعا والحوادث بتاعتها دي ممكن تبقى سي ار بي، لان الكورونا مختلف عن اي فيروس ثاني. الاقي سي ار بي بتعلى والفريتين بيعلى، هنخش في قصه ال اتش ال اتش بعد. اما تتعلموا قولوا لي ماشي؟ كليندا مايسن دي الاسبريشن نيمون، بالذات الحاجات اللي سجستيف الانفكشن دي اسبريشن نيمون. ايه الحاجات اللي بتبقى سجستيف؟ عيان نيورولوجيكال كل السي بي لازم افكر فيها، كل السي بي ما يبقاش هو عمال يهرب في العيان وكل نتجن ليه؟ ده معروف ان هو سي بي، فلما هتبقى انيروب بعد كده. والانيروب ديت اليونسين ممكن يدي، لكن البيست هو الكليندا مايسن. البيست هو الكليندا مايسن. معانا طبعا دكتور عزه الاستاذ النوران. فالثلاثه دول في اي قصه نيمونيا مع سي ار بي لك. عندي حاجه شبهها بقى ان نيوريت برضو عماله اديله اللي هو ليسبس لايت. ممكن تيجي اللي بعديها؟ سيب لسه خلينا دلوقتي لو جالي سي اس اف وطلع كبير في عيان عنده ديستربنس اوف كونشن. في روتين لازم يتاخد اللي هو الروسيفين والاسايكلوفين عشان سبريس الانجايتس وعشان وعشان وعشان. قالوا وهو طالع كده شايفه كبير حتى من قبل ما النتيجه او بتاع لازم ابدا الاثنين دول. الكلام ده في كتاب البدايات النيرولوجي. والقصه بتاعت التابلت سي اس اف طلع لي تابلت ما بجربش لا فانكو ميرو على طول الانتيجيتيك دوز اللي طالع تابلت ابدا بالانتيجيتيك. دي ايه هتبدا في القصه دي تمام؟ طبعا قضايا ما تركز كتيره في القصه. معلش هنا في كوبلين حبيت ادي عليه لان تركز كتيره في القصه. معلش هنا في كوبلين حبيت ادي عليه لان المضاد ده من الحاجات الجميله قوي. ايه الجميل في الكيكوبلانين؟ اولا لو مش لاقي لاين، انتوا عارفين البنك ما ينفعش اي ام. الكيكوبلانين ينفع اي ام وانس دايلي. الكلمه السحريه اللي انتشر بسببها الروسيفين واصبح يعني في انبول روسيفين لكل مواطن زي الميه كده هي دي اي ام وانس داي. فبس ده جرام بوزيتيف بس خلي بالنا من الحته دي. فلما تبقى العيان جرام بوزيتيف يعني سيريس انفكشن وانا مش لاقي له لاين ممكن ادي وانس تيكوبلانين اي ام مع سيبرو اورال. في اورال سيبرو وفي في تفانيك اورال اللي هو الاوفلوكساسين. فعندي كيلولون اورال مع اي ام دي مارفلس للعيان اللي مش ديهايدريت. اصل لو ديهايدريت كده كده لازم حركته. فاللي مش ديهايدريت يعني لو هو مش ديهايدريتد وتولريتد اورال سواء بالراي دي اكتر حاجه فيها في العيان كده بتبقى معموله دي اللي هم السي بي في العالم المتقدم. احنا عندنا ما بنحبش ندخل سي بي نقول خلي الفنتيليتور للهوب. بره في نظام تاني صحي دي الحالات اللي هي الهانديكاب بيخشوا كتير بيحصل فيهم سيريس انفكشن في الرعايات دي. وممكن تلاقي العيان بيتولوريت الاورال بالرايل سي بي وهو على فنتيليتور بيجيله سيريس انفكشن. الفنتيليتور اكواير انفكشن في الحالات دي ممكن ان انا اديله وانس اي ام من التيكوبلانين اللي هو كمان بالمناسبه في يو كي اختاروه
كفيرست لاين لان هو نسبه النجاح عليه 80 ونسبه النجاح على الفانكو 80. فالعالم اختار الفانكو وبتاخد كل سته زي ما انتم عارفين. لكن لو انا ما لقيتش فانكو ما ينفعش بقى انا ادي من عندي واقول اصل الفانكو مش موجود ادوني لاين وجديد. ده مستيك كمان. مستيك نمرة كام دلوقتي؟ 20 ولا كام؟ صح. فلو سمحت مفيش حاجه اسمها كده. احنا الفيرست لاين لازم نختار. العالم لما بيختار فيرست لاين بيبقى ماشي على اسس معينه. ما ينفعش انا جامب في الاسس دي. تمام؟ وهو كل الحاجات اللي الجراند بوست دي هو فيري افكتيف فيها ووصل عليها بحكوا في ايه؟ في السوفت وير. اللي بعده والجرعات بتاعه وانس داي والكلام ده. في دي فاكرين الشابتر اونلاين اللي لسه قايل لكم عليه ده في الجراند بوست والجراند ايه وحتى الجراند بوست فان بتاع المرسى. يعني ده بيغنيني عن الفان. فده تخبط كبير قوي. اللي بعده الديسكريبنسي اللي لسه قايل لكم لما تلاقي سي ار بي عالي قوي دي بقى بلان. بلان اوف اكشن دي بقت فانجر. لو العيان لسه البليتلت ما اتاثرتش وماسك نفسه ممكن اجرب الديفلوكاين فتره لا تزيد عن يومين ثلاثه. بس ما بقاش سالح وهو سي ار بي عماله تعلى اول ما مديته ديفلوكاين لان غالبا مش هيتحسن على ديفلوكاين. الان الفانجر اللي بنشوفها يوجوالي انفوتريسين دي. خلاص؟ فالديسكريبنسي ان سي ار بي تقعد تعلى على طول انديكيشن عايز تدي ديفلوكاين مش هيعترض. بس لو اكتر من يومين يبقى انت والعيان السي ار بي بتزيد مش بتقل يبقى انت اجرامت في حق العيان. انفوتريسين مع تغيير اللاين لاي حاله مستنيه سواء كان لاين حتى الكانيولا العاديه. هي السبب ان السي ار بي بيعلى والتي بي سي مش بتعلى ان الفانجل بيعشش. ده الكومنز. ده الكومنز. السي ار بي بتعلى والتي بي سي ما تعلاش فعيان ما بياخدش برود سبيكترم جاي دي نوفو. ها؟ رسالة احمد يوسف موجود اهو. ده كانت بتبقى ايه يا دكتور بقى في الرسالة بتاعتك يا سلمونيلا يا بروسيل دول اللي ايه بيختاروا سي ار بي اساسا. وده بيبقى لهم جيوغرافيكال ديستريبيوشن تبع الاثنين دول سلمونيلا وبروسيل. فده ديسكريبنسي ما بين السي ار بي والتي ال سي. الاتش ال اتش من الحاجات المهمة جدا اللي مش عايزين العيان ده اساسا بيجي عارفين مستشفى اسمها مستشفى حميات مش مستشفى التهابات ولا مستشفى الانفكشن او العدوى. يعني هي بتيجي فيفر. فالفيفر كتير قوي بالذات ال اتش ال اتش اللي ليها 8 كرايتيريا منهم اثنين عمرنا ما بنعرف نقيسهم في المعمل. دايما المعمل يقول لي مش موجودين الناتشورال كيلر سيل هرمونال و الايه سي دي 25 الناتشورال كيلر ريابسنت او ريديوز والسي دي 25 بيبقى زي. بما ان الاثنين دول مش موجودين انا مضطر اي ثلاثه من الخمسه الباقيين هعتبر ان هم لو موجودين بحط البوسيبيليتي وكل ما العدد. يعني اذا انا ما اصبحتش منظم بالخمسه لان انا هضطر اعتبر الاثنين موجودين عشان دو نوت ميس حاله بالطريقه دي. فاهمين القصه دي؟ فاسبرين وميجالي برولونجد فيفر والفيريتين وده اهم واحد فيهم هنقول ازاي الفيريتين يقدر يشخص القصه دي كلها. تمام؟ والفايبرينوجين والترايجلسرايد. هاتي بقى الفيريتين ده عشان الفيريتين ده نحط تحتيه مليون الف خط. الفيريتين ده الانفكشن لوحدها بيبقى ليه رينج معين لغايه ال 500 لو هي انفكت. بس خلي بالنا ان السبسز هو نفسه ممكن يبقى سبسز وينديوس اتش ال اتش. او يكون كورونا وينديوس اتش ال اتش او فايرال اي بي في او سي ام في او مالجنسي او كل اتش ال اتش او سيستميك اونست جي اي اي. ده فيري كوم وتبقى ارقامها اعلى من اي اتش ال اتش. فاللي بعد ال 500 هبدا اشك في الاتش ال اتش لازم اشك. عدى ال 1000 ده غالبا اتش ال اتش واعمل له قياس بعد يومين لو بقيته دوبليكيتد اتشخص اتش ال اتش. يعني الدوبليكيشن بتاع الفريتين بعد ما عدى الالف خلاص. وعمري ما استنى. يعني الدوبليكيشن ده في حد زاده محتاج ان انا اطلبه تاني. فما ينفعش واحد معدي الالف وبعدين اسالك طلبت الفولو اب وتقول لي ما عملتوش. دي حضرتك لازم تقف في قيادتك ساعتها.
واضح او مش واضح، لان الدوبليكيشن ده هنعرف بعد كده انه بعد ما بيشخصوا البالس السوليوم درول ثلاثه اول ثلاثه جرعات لايف سيفنج. والمصيبه الثانيه ان ناس تبقى فاكره ان ده انفكشن، فتقول لي انا خفت من الفيلير انفكشن. وحصل هذا، انا هقول اسامي العيانين، انا ما اقولش اسامي دكاتره خالص. مريض اسمه سام حسين فبراير 2018، وبعدين مصيبة تانية، مريضة تانية اسمها ياسمين عبد العال في نوفمبر 2018. خلي بالنا ان الاولاني ده حتى بعد ما قلناه راح متحول على معهد ناصر، انا معرفش ايه اللي حول معهد ناصر، مع ان معهد ناصر مش بيديني احسن حاجة. احنا ممكن نعالجه هنا بس نوفر انا كده، يعني القصة الوحيدة عايزين قسم روماتولوجي قوي يجيب لنا كميات ضخمة من الاناكنرا، لان هنعرف بعد كده الحالات دي بتحتاج اناكنرا سنتين، وان انا كان هي الفاينل تريتمنت. خلي بالنا ان انا بعد ما بدي بالس سوليوم درول بيحصل لي دراماتيك امبروفمنت في الحالات دي، بس بتحصل ريكارنس ويف بعد كده. فالريكارنس ويف اللي بتحصل بعد كده دي لازم اكون رتبت انا كنرا قبل ما يعدي 14 يوم، لان في اليوم ال 15 من الاستيرويد القدره بتاعت انا كنرا تشتغل بتكون ضعف. ايه انا كنرا دي؟ انت اللي طيب في بديل الانترلوكين 6 انهبيتور تسيل الزيماب اللي هو الاكتمره بتاع الايه اتش ال اتش. طيب انا دلوقتي القصه دي فيري فيري امبورتنت، مش عايز حد يقول لي انا ما اديتش ستيرويد عشان فير انفكشن. ياسمين الاول الاولاني ده تحول، خليني اقول لكم هو وسام تحول ليه. في 2018 فبراير كان في واحد ايطالي قال انا كانوا ما تستخدموهاش في الماكروفاج اكتيفيشن عشان ممكن تعمل فليرنج. الكلام ده كله انتهى في 2009، قالوا البيدياتر روماتولوجي في حاجه اسمها اونلاين بيدياتر روماتولوجي جورنال في 2009، خلي بالنا الكلام، قال انا كانوا هي البيست تريتمنت، يعني تخيلوا من كونترا انديكيشن لايه للبيست تريتمنت. بس ده من 2009. خلوا الناس في فبراير 2018 كانت لسه بتتابع الراجل الايطالي بتاع 2005 وما سمعتش التعديل اللي حصل في 2005. ولما وجهنا للكلام ده راحوا محولينه على معهد ناصر وكملوا هناك في معهد ناصر علاجه ان هو انفكشن ودايت. باي ذا واي اصل هم فاكرين ان هو لما لا احنا كنا بعتنا نجيب، كان وقتها انا كان بيجي من السويد، فكانت الدكتوره هلا حسين محتميه بالحاله دي جدا وطلبت تجيب بالخطوط السويديه انا كانرا، فناس فور ان ريزون راحوا محولينه حتى ما مكنناش ان احنا نبدا انا كانرا في القصه. لما جت في نوفمبر 2000 معلش الفيفر والانتي بايوتيك هم نفس الموضوع، لان انا بقول لك الكلام ده هنا عشان ممكن تكتشف ان العيان بتاعتك ما هوش لاينز اوف انتي بايوتيك خالص، تمام، لان هو نفس الفيفر نفس التوكسيتي نفس كل حاجه. ف وبعدين ساعات السيستميك اونست بيبقى فيها بيرست اوف ليوكوسايتوز باي ذا واي، ودي بتلخبطني اكتر، بس البيرست اوف ليوكوسايتوزس بتنزل من غير ما الجنرال كونديشن تتحسن، يعني ممكن تبقى في الاول كده وتلاقي، يعني دايما في الانتي بايوتيك لو انا بديها نزله الليوكوسايت مع تحسن الحاله الجنرال، لكن تحسن الحاله لو الحاله لسه سيئه وهي بتنزل من نفسها ده اكتر مع السيستميك اونست جي اي، وده من ضمن الكرايتيريا اللي لازم تشخصها سيستميك اونست جي اي اي والماكروفاج اكتيفيشن. طيب القصه اللي بالطريقه دي شايفين الاحمر ده ما توقفش فور فير اوف ريسك اوف ايه فالمنت انفكشن. دي الرساله اللي سامعين، لو انا ما قلتلكوش اي حاجه النهارده غير الجمله دي لو سمحتوا اعملوها، لان نوفمبر 2018 ياسمين عبد العال اسمها الطفله دي بعد ما انا يعني قلت حدي اول جرعه بالس سوليوم درول، وبعدين بالس سوليوم درول يعني خلاص انا مش موجود دلوقتي، لقيت حد جه ظهر فاسكوليتيك راش اللي هو بتاع الماكروفاج اكتيفيشن اللي هو بنفسجي في اليوم ال 28 وهي بتاخد سيبروفانكو. خلي بالك impossible to be in an angiococcin impossible، لان الانجيكوكسين لو شمت روسيفين بتخف، فيجي سيبرو فانكو بقاله 28 يوم سيبرو اكيد هيقضي عليه تمام، فيقول لي اصل الفيريشيس راس انا خفت لكون من الانجيكوكسين، قلت الاستيرويد هتفلميت الحاجه الامبوسيبل اللي في مخه، فالامبوسيبل اللي في مخه لما توقف العيانه دايت في الاي ار بتاعتي بيكو بناء على قرار من حد روماتولوجي نوقف البالس السوليوم. This is life threatening. اي تضاعف للفيريتين بعد الالف لايف سيفنج قدام ربنا، لو انا ما قلتلكوش حاجه غير المعلومه دي النهارده، لان للاسف الشديد واحنا ناس في روماتولوجي برضه
يقولوا لي مش عايزين الباكس سوليد درول احسن يكون في فلير اوف انفكشن. طب عايزين تدوا ايه؟ اي في اي جي 60000 جنيه ومش بيعمل خالص لان مفيش ميتا اناليسيس بيقول لي قصه الاي في اي جي. يعني تخيلوا ان انتوا هتدفعوا 60000 جنيه عشان خايفين من الفلير اوف انفكشن ومفيش ميتا اناليسيس للقصه دي. اللي بيكتب بيكتب على اساس ايه؟ كاسي ريبورت مش عارف مفيش اي ميتا اناليسيس خالص. فبالتالي دو نوت فير اوف انفكشن ده صح وكتبها بالاحمر عشان حتى لما تجيب فيها اسئله في الامتحان ابقى عذري. فوفاجئ ان البلاد كانسر طلع ايه؟ طلع كواجيلوز نيجاتيف وبيقولوا لي اصل كمان بيقولوا احسن يكون سيكتسيميا بتاعه كواجيلوز. يا ريت يا دكتور مصر اي كواجيلوز نيجاتيف ممكن يعني فالمهم قلت لها اديله فالس اتصالي. بس هي كان التقرير مش مكتوب فيه ان هو كومنسد احتمال الكومنسد لازم يتكتب في التقرير. بس بغض النظر هو ده احنا المفروض نبقى حافظينه. ده المفروض كلنا على مستعد. انا لا ابرئ اي بيدياتريشن يشوف كواجيليز نيجاتيف ويقول لي ما اديتش فالس اتصالي بدرول عشان كواجيليز. واحمد يوسف يقول له كان طالع كواجيليز نيجاتيف. فهي في الاخر لازم حد يكون متمكن من المهنه بتاعته صنايعي بروفيشنال. قلت لهم ادوله وعلى مسؤوليتي واخد ودراماتيك امبروفمنت حصل. فرحت انا بعد الدراماتيك امبروفمنت ده. ما لازم انت انا كان الكلاس يحصل انا عارف ها على اخر الاسبوع الاولاني. فالكلاس بتاع اخر الاسبوع بداوا مع طول انا كنرا وفروا لي انا كنرا عشان الويف الريكارنس دي عنيفه جدا لدرجه انه حتى على الهاي دوز هو بيدي اول مره في الدراماتيك امبروفمنت. لكن بعد كده هتبقى فيه مشكله قبل ما يعدي 14 يوم لان في ناس كتير عملوا ميتا اناليسيس اللي بيطولوا في الاستيرويد اكتر من 14 يوم حتى لو دول انا كده بعد كده ما بيجيبش. فبديله انا كده الاندكشن اللي هو من 1 لغايه 5 ملي جرام بير كي جي بير داي اللي هنا بيدوا 3 وشاكر ليهم جدا مش مشكله ادوا النص 1.5 ملي جرام بير كي جي كل 12 ساعه سب كيوتينيوس. وخلي بالي الجرعه دي هحاول اقللها قد ما اقدر لان في اي وقت هوقف ممكن ارجع احتاج اندكشن تاني. المدد ممكن تبقى ابتداء من سنه ونص لسنتين. كميات مهوله هنعظم الاناكيندرا بس هتنقذ عينين كتير قوي. والاتش ال اتش في الكورونا زادت جدا ومش لازم خالص البي سي ار بتاع الكورونا يبقى بوزيتيف. والحمد لله فضل من ربنا ان لو هي سواء من ماكروفاج اكتيفيشن سندروم ماكروفاج بقى لو عدى ال 10000 كتير بيبقى ماكروفاج اكتيفيشن سندروم بتاعت السيستميك اونست ويوجوالي بيبقى الرينج بتاع الالافات العاليه ده هو ده. بس الكلام ده حتى كان مكتوب قبل الكورونا لان بعد كورونا ما زال لسه في ارقام بتكمل في اسبوع طالما ان الدكتور لسه ما بداش العلاج. واحنا عارفين ان من الادويه المهمه جدا في الكورونا اول ما الفيريتين يعلى كورونا تحديدا الدكساميثازون حتى مش الباتسيسون. يعني الناس بتقول في الكورونا لو انت مش خاصه كورونا غير الباتسيت ادي دكس تمام؟ وتفهم استرويد. والمهم قوي الجمله الحمراء ديت اللي لو جبناها 20 مره بتاع سؤال امتحان يبقى مش بنبالغ لان لغايه دلوقتي لسه في ناس ممكن تلاقيها بتقول لك ادي دواء ب 60000 كانك رميت 60000 عشان بتعلم موسيقى. ما ينفعش. تمام؟ اللي بعده. العيان اللي هو السي ار بي اللي مش عايز يزيد في ولا فاكره سيبسس في اليونيت. ده سؤال مهم جدا برضه. يعني ما اقعدش بقى دي كل نزل ومش عارف ايه لازم اعمل ايه دبل سكرين. هو ده كله بيحاول دبل سكرين ويقف يبقى خد نص الدرجه. لا هاخد الدرجه. طيب هيقولها يا دكتور احمد بس لان هو على مستواه وانت بتقفوا هنا كم واحد بيكمل بقى حاول اقول له بس قولوا حتى الدبل سكرين طبعا اللي مع رسمات الكالوز الاو تي سي واليوريا صح تمام. انما الميتابوليك اسيدوزيس الثاني مهم جدا خلي بالنا الامينو اسيد فيها بس مش كل الامينو اسيد بيبريزنت الميتابوليك اسيدوزيس. فتقول لي سام امينو اسيد لان الكومنست امينو اسيد هو بس ايه في نايكوتينوري 1 على 10000 ده الكومنست ما فيهوش اي اسيدوزيس والبرزنتيشن بيبقى ليه خالص بيديفلوبمنت ديلي وهايبوبيجنتيشن. فاذا السام امينو اللي هو هنا نقصده مين المالتي سيرا بيورين ديزيز اللي السيجا المخففه بتاعته الانتر ميتال بلانش ريتشيد كيتو اسيدوريا الايزوفاليريك الايزوفاليريك دي سويتي فيد النابل سيرب بيبقى ريحته كراميل للبول لازم اشم البول فاهم. فاي واحد بالطريقه دي لازم اشم البول عشان ريحه الكراميل اللي هي المسؤول نابل سيرب يورين ديزيز سيرب شربات ها شربات شجر البلبوط ديت مش لازم يا رفض لا خلاص لازم طبعا على ذكر دي بقى معلش ما دي ما خلي الفن والحاجات دي بتجدد التوم كات يورين
انا قلت اللي بتوع اللي بتاعتي ما يكلموش ايه توم كات يورين ده ريحه ايه؟ ما هو انا عايز اعرف هما ايه؟ اولا توم كات ده مترو كاربوكسيليز ديفيشن دايما بيبقى معاه الوديشيا سيبريت ديرماتايتس ومعاه تي سيل ديفكتس تمام؟ تي مانيفستيشن ريحه التوم كات ما حدش سال نفسه يعني ايه توم كات؟ توم ذكور القطط اللي هو توم اند جيري هو ده التوم ده طلع ذكر في الاخر فذكور القطط بيطلع عنده السايكروتينايل جلاسنود اللي هو بيطلع اصلا بتاع المالتيبل كاربوكسيليز ديفيشن تمام ده بيطلع نورمال في ذكور عشان كده اتسمى توم كات اللي عايز يفرق اسوء ريحه في الدنيا ريحه الرجل المعروقه ودي الوحيده اللي هايبر جلايسيميا عشان لما تتسال نيوريت مع هايبر جلايسيميا ديفرنشال دايجنوزيس اللي عايز يفرق يعمل هايبر جلايسيميا يخش في الفيشر لان دي ده الوحيد ولما في اخر امتحان كنت انا بامتحن نيوروناتولوجي مع الدكتور محمد هاشم ودكتوره اماني علوان فلما قلت لهم الكلام ده ودخل واحد قال لهم بعد الايزوفاليريك قال ده ايه ده واحد متقدم يعني ان هو يعني كده اتى بما لم ياتي به الاوائل تمام فالايزوفاليريك القصص ده الاسيدوزيس اللي بدري ده فالبلاس جازس لازم يتعامل في القصه دي كسكرين وبناء عليه بشوف انا ماشي في انهي سكه لان اليوريا سايكل دي لو لقيت ريسبيراتي اكيرس نو نيد اورجانيك اعمل امينو اسيد تحديدا بتوع اليوريا الاو تي سي الكومنز الايكو الايكو ده مهم جدا يعني اما اسالك على كاردياك ليجن كونجنيتال كاردياك ليجن بريزنت في اول يومين في العمر ما تقوليش بقى في اس دي نيفر ما تقوليش في دي ايه تقول الكريتيكال يا كوكيتيشن يا اورتيك ستينوس ده اللي هو الاوتبوت بيبقى سيفير فيقدر يعمل لي بيه سيبسيس لايك اول حاجه الثانيه اللي هو مايكاردايتس وده فيري فيري خلينا نتكلم حتى على المايكاردايتس بيتعمل على الاكو طبعا يبان الفوك كونتراكتيفيتي قبل اللايف سي ام في از فيري كومن ولما يقول لي ان في اليو اس السيتوميجالو فيروس في عمر 6 سنين موجود في عمر 6 سنين في 60% من الامريكان بوبوليشن كان يو ماجيك ديفلوب المضاف جدا عندهم 60% فاحنا الاندر ديفلوب يبقى ايه متوسع 100% 100% فبالتالي هي التزاماتها يعني هو موجود بس التزاماتها في الميونيتي خلي بالنا بقى من حته يعني ايه الميونيتي في الميونيتي سي ام في بيبقى في حاجه اسمها تيشو كومبارتمنت حاجه اسمها هيومورال كومبارتمنت وحاجه اسمها هيومورال بلس اكتيفيتي فانا لازم اي سي ام في اشخص نفسي انا فين في دول انا فين في دول ان هو بيبقى كاشف في التيشو فاي ليمف نود كلنا لما تاخد الليمف نود بتاعتنا هيطلع فيها سي ام في لكن ما يسيبهاش يدخل في الدم غير لو العيان سخن يعني لو بريجننت جالها يو تي اي فيفر فيفر من يو تي اي على طول الام كي بتبقى ديبرسد ويبدا سي ام في يتحرك بس ده مش معناه اكل لذلك في المعمل عند الدكتوره منى لازم مش بس مجرد التي سي ار لان التي سي ار ده بيقول لي هو موجود في الدم ده هيمور بس لازم الحاجه اللي بتقول لي فيها اكتيفيتي علامات الاكتيفيتي يا اما اي جي ام بس مش غياب الاي جي ام بيقول ان مفيش اكتيفيتي لا لازم ادور على كل الفرامل او تضاعف الاي جي جي اربع مرات بعد من اسبوعين لثلاث اسابيع او حاجه اسمها بي بي 65 انش بي بي اللي هو فوسفوروفورمين نحفظه كده على طريق تشارشر الواحد الاي جي ام اثنين لثلاث اسابيع الاقي الاي جي جي بقى اربع مرات يبقى دي 1 2 3 4 و بي بي 65 اسمه فوسفوبروتين 65 انتيجين ده في الميد سكيب بيقولوا اي ماست سيرش فور كل ما الناس قاعدين في المعمل يقولوا لنا مش موجود لازم فيري امبورتنت لان ده اللي بيقول لي اكتيفيتي لان مجرد الوجود ممكن يكون هو عنده يعني حاجه ثانيه اللي عاملاه واضح كده فده قصه الاكتيفيتي السي ام بي مشكلته ان لو موجود ساعات بيبقى اسيمبتوماتيك خالص سبيكترم ساعات ديفتس بس ساعات بلايند بس ساعات انترستيشال نيفرايتس بالتيوبولار افكشن بتاعها بس ساعات مايوكاردايتس سيبسز لايك بيكتشر بور فيدنج ويعمل لي مايوكارد وفيري كوم وتريتابل يعني العيون دول لو خد فالجان سايكوبيا هيخف يعني بدل ما كان يديله بولي نيمزل كان لازم يديله فالجان سايكوبيا انا ليه اتاكدت عليه؟ لان حتى الكوكساكي مش تريتابل للاسف وبيعمل مايوكاردايتس برضه الكوكساكي من الحاجات اللي هي بتبقى فلو لايك اتاك بس نظرا انها منتشره جدا معظم الامهات بيجي لهم ويبقى عندهم انتي بودي ليفل لكن لو الام ما جالهاش او الانتي بودي بتاعها ضعيف فده كتير قوي بالذات لو النرس مناخيرها سايله ودي جابوها على فكره كيس كومنتري المناخير السايله بتاعت النرس تنقل للبيبي كوكساكي لو امه ما ادتلوش الانتي بودي كانت قصه المناخير
سيبس الدايت تيشر اللي هو كول فيدنج والسي ار بي مش عايز يعلى خالص. دي كلها من ضمن الحاجات اللي لازم احطها. تمام بعد كده خلاص في اسئله بقى وهي دكتوره اه اه لا هو يعني لما بيحصل الدبلنج بيشخص. فهمت ازاي؟ ممكن ادي على الاقل دي ليه؟ استنى لما ادبل يعني انت لو عدى ال 1000 فانا هاتي بريفرال انتي بايوتكس بيرفورمز كيكس سيفتي تيست diluted with 10 ml saline, give it very slowly over 10 minutes, observe the chart for the next 2 hours, measure the antibiotic level D. to zero. D. 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 antibiotics contain ganadium, uranium, teclopramine, ANP, ANC. D. The first line of antibiotic used in units is which antibiotic can be used for local therapy? Ampicillin, vancomycin, aminoglycosides, ceftriaxone, cefotaxime. C. 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 The following antibiotic combination is not favorable. Really, seven. Ampicillin, gentamicin. Vancomycin. أني واحد من دول. طيب، two years old female, 8 kilograms. خلي بالك. Presented with high fever. خلي بالك أنا بقول 8 kilograms two years. واحد. 39 without localizing signs. ما عنديش localizing signs for the fever. Your response is do complete blood count and CRP and wait for the results. Two, do urine culture and start first line for UTI. Do chest X-ray for any evidence of pneumonia. Give antibiotics and start surveillance. Reassure the mother and give symptomatic therapy. Not sure. 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 Suspect you to lie, but at least do urine culture. CBC and CRP and wait? No. We should start, like, we should start antibiotic therapy first for UTI in immune compromise and in very high fever. Macrolides are best used for? Signs of meningitis and fever with clear CSF start in periphery. For me, it's still better than artificial intelligence. Why? Because artificial, I have to express, يعني مثلاً.